ممتاز. طيب احنا ان شاء الله هنتكلم عن الاستروك ده اهم حاجه، بس يعني هناخد في الاعتبار ان احنا هنكلم اطباء امتياز او جنرال براكتيشن، عشان ايه؟ طبعا في حاجات في التخصص جوه ما تهمناش، يعني لوكاليزيشن وهل يتوقع منها ايه، طب السايت بتاعها فين، انت مش عارف ايه الكلام ده، مش مشكله خالص. يعني احنا اللي يهمنا دايما نتعلم كومن از كومن، يعني احنا هنتعلم الحاجه الكبيره اللي هي لو عدت مننا تبقى مشكله وكارثه سودة وحاجه العيان هتاذي العيان والكلام ده، فدي الحاجه اللي اهم حاجه ما تعديش مننا. انما لما تعدي مننا حاجه صغيره ومش عارف ايه، لا ده بتعدي على اساتذه كبار وما عندناش ازمات في الكلام ده خالص يعني. فهنبدا بس الاستروك. اول حاجه الديفينيشن بتاع الاستروك بتاع ال WHO هو رابيد ديفلوبينج كلينيكال مانيفيستيشن ابارنت سيمتوم او ساين اوف فوكال